تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح البري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. في المقابل تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصرية كريم بيبرز. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل ملف المساعدات الإغاثية المختلفة التي تنقل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. لم يدخل أي من الشاحنات الإغاثية اليوم إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح، لكن بوابة معبر رفح مفتوحة لإدخال هذه المساعدات، ولكن بعد أن تدخل هذه المساعدات تتحرك إلى معبر كرم أبو سالم، ومن هناك تمنعها قوات الاحتلال من الدخول، أو حتى إذا دخلت تعرقل دخول هذه المساعدات بشتى الحجج، منها أنها غير مناسبة، منها أنها تمنع أيضا يعني الشاحنات الطبية، وعدد كبير من هذه الشاحنات أيضا يعني لا يدخل في بعض الأحيان بسبب أنه ربما به أشياء لمساعدة الأطفال أو مواد إغاثية للأطفال. تمنع قوات الاحتلال دخول هذه المساعدات، وحتى إذا دخلت إلى الناحية الأخرى فتعرقل وصول إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إما بالمنع إما بوضعها أو تأخير وصولها إلى الأونروا والأمم المتحدة، يعني حتى تفسد هذه المساعدات الإغاثية. شتى أنواع الحجج لتنتهج الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان على قطاع غزة. نتحدث أيضا عن استمرار لمنع خروج المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث عن أن ما يقرب من 50,000 من المصابين الفلسطينيين يحتاجون إلى العلاج خارج قطاع غزة في المستشفيات المصرية على سبيل المثال، ولكن حتى هذه قوات الاحتلال تمنع خروجهم. وبعد أن خرج معبر رفح الفلسطيني عن أن عمل تماما وتم إحراقه، أصبح هذا أيضا جزء من الحصار التي تنتهجه قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. لكن هذا لا يمنع المجهودات المصرية المختلفة في تجهيز المساعدات لإدخالها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح، سواء تجهيز الشاحنات الإغاثية من المواد الغذائية أو حتى المستلزمات الطبية، ومنها سيارات الإسعاف أيضا التي تقف على أمام بوابة معبر رفح في انتظار الدخول إلى الناحية الأخرى. هذه الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.